السلام عليكم. ماينكرافت في كل عام تعمل تحديث وتضيف من خلاله أشياء جيدة نوعا ما للتحسين من اللعبة. فمثلا في التحديث الأخير لاحظنا ماينكرافت أضافت بايوم جديد والجمال ونوع آخر من الخشب. ففي هذا الفيديو راح أقدم لكم أفضل التحديثات في ماينكرافت. في المرتبة الرابعة تحديث البحر، حرفيا كل إضافاته بحرية. فمن مميزات هذا التحديث انيميشن السباحة اللي أعطت اللعبة إضافة أسطورية وخوفة السلحفاة اللي من خلالها تقدر تتنفس تحت البحر لمدة 10 ثوان. وفي المرتبة الثالثة تحديث النافر اللي أضافوا فيه بايوم جديد وقلعة جديدة أيضا. والأهم من هيك دروع النافرايت اللي حرفيا إذا حطيتها في اللافا ما راح تحترق أبدا. وفي المرتبة الثانية تحديث الإنت، حرفيا كل إضافات هذا التحديث جيدة، ومن أهم الإضافات الإلترا والشولكر بوكس. وفي المرتبة الأولى وكأفضل تحديث في ماينكرافت هو تحديث الصحراء، ومن أهم مميزاته البايوم الجديد وحيوان سنيفر والدروع الجديدة. أحمد محسن يا أحمد يا محسن.